بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة محمد عبده مع مادة الرياضيات لرياض الأطفال المستوى الثاني كي جي نظام جديد أو تعليم اتنين الفصل الدراسي الأول. آه النهارده إن شاء الله إحنا هنتكلم في ثلاث دروس. 32 و33 و34 يعني لقيتهم يعني ممكن ينضموا مع بعض عشان نكسب وقت فما تنسوش القناة الاشتراك في القناة والضغط على الجرس والاشتراك في جروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا الرابط بتاعهم تحت الفيديو واحنا دلوقتي شغالين في الفصل الرابع لان هم ست فصول والفصل الرابع بياخد من الدرس واحد وتلاتين او من الايام يعني واحد وتلاتين لاربعين تعالوا نشوف الدروس بتاعتنا 32 و33 و34 المواد اللي بنستخدمها فيها هي نفس المواد اللي استخدمناها في الدرس 31 يعني برطمان شفاف عشان نحط فيه الشرايط المطاطيه اللي هي بالشكل ده اللي بنقول عليها عصي العد على حسب العدد اللي احنا بنعده بنحطها في قلب البرطمان وبعدين لكل تلميذ في اطار من الخمس خانات وبعد كده عندنا حبات الفول اللي هي يعني عشرة ممكن نقول وبعدين شريط الاعداد اللي هو من واحد لغايه عشرة وفي بطاقات العد كمان دي هنستخدمها في الدرس 33 و 34 هنشوف شكلها ايه دلوقتي هي واعداد الاستنتاج او قائمه الاستنتاج يعني. طيب احنا عشان نبدا اي درس عارفين ان احنا بنشتغل في رياضيات التقويم و بنجزعها جزئين التقويم ورياضيات الحركة رياضيات التقويم والحركة مع بعض الاثنين 15 دقيقة قسمهم بمعرفتك لكن هو قايل لك في حدود العشر دقائق رياضيات التقويم وخمس دقائق رياضيات الحركة أه ببدأ في رياضيات تقويم بقول لهم اتكلم مع زميلك عن الشهر وشارك وبعدين من عصي الاسماء بقول مين هيقول لنا الشهر كام الشهر ايه يعني وكام وبعدين ااا اه مين هيشاور على ايام الاسبوع ويسرد لنا الايام بالترتيب يعد لنا الايام بالترتيب من السبت لغاية الجمعة وطبعا الاولاد بيعيد وراه وبرضه في الشهر بيعيد وراه وبعدين بنسألهم على اليوم الحالي اللي احنا فيه النهاردة هو يوم ايه ويوم كام اه من خلال عصي الاسماء وبعدين بقول لهم قولوا تاريخ اليوم في التقويم ايه عشان يقولوا التاريخ كامل اليوم والشهر والسنه ويرددوا ورا المعلم بعد كده بندخل في طبعا الكلام ده في الثلاث دروس هو هو واحد يعني عشان ما ما تتلخبطش معايا خليك ماشي هتلاقي الموضوع بسيط جدا والقصه في منتهى السهوله آه طيب هندخل على رياضيات الحركه طبعا احنا كنا بنتكلم على التصنيف برده هيشتغل نفس الكلام في 32 و33 هيشتغل برده التصنيف وهيقول له يعني ايه هيقول للاولاد يعني ايه كلمه تصنيف اهمس مع زميلك وقول لي وبعدين هيعيد كل مره بيكرر نفس الكلام ان التصنيف معناها ان احنا بنضع الاشياء اللي بتشترك في صفه اي صفه يعني صفه ما بعضها مع بعض. يعني آه اللون مثلا او آه صفات تانية وهيتعرض هيقول لهم هل انتم مستعدون حين هيديهم تلت آه يعني مجموعة امثلة في كل درس ففي الدرس الاول مثلا هيقول لهم مين اللي عنده اخوة يقوم يقف طب مين اللي عنده اخوات يقوم يقفوا ويعد بقى العدد كام ويحسسهم ان ان في كده تصنيف بي بين الاولاد وبعضهم وبعدين هيتكلم مع البنات هيقول مين بتمتلك منكم ضفائر، مين لا تمتلك ضفائر؟ يعني مين اللي عندها ضفائر في شعرها تقوم تقف، اللي ما عندهاش ضفائر في شعرها تقوم تقف. ده في الدرس 32، هيجي في الدرس 33 ال 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 التصنيف اللي هيتعامل معاه هنا هو أه حب البرتقان او الموز او التين مين بيحب البرتقان يوم يقف مين بيحب الموز يوم يقف مين بيحب التين يقوم يقف وهكذا اذا في الدرسين بيتعامل في التصنيف مع حاجات مختلفة وما يتناسب لك انت بقى أه مع فصلك يعني بيجي بقى في الدرس اللي هو أه 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 34 أه مش هيشتغل دي لكن هيشتغل أه نمط اللي هو ان هم هيلمسوا الركبتين بايديهم الاثنين ويقولوا واحد وبعدين يلمسوا الخصر ويقولوا واحد وبعدين يلمسوا الكتفين ويقولوا أه 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 الركبتين قالوا واحد والخصر قالوا اثنين والكتفين قالوا ثلاثة وبعدين الرأس يقولوا أربعة وبعدين يسقفوا ويقولوا خمسة ويرجعوا يكرروا بقى مع سته الركبتين سبعه الخصر ثمانيه اه الكتفين والرأس يعني يحط ايده عليها ويقول تسعه وبعدين بعد كده يسقف برده ويقول عشره ده كده الجزء بتاع الايه؟ التصنيف وازاي هيتعامل معاه في الثلاث دروس هيجي بعد كده في الدرس 32 اللي احنا شغالين فيه الاول ده هيقول احنا دلوقتي هنسجل ايامنا بس احنا هنستخدم الادوات الجديده احنا قلنا الادوات الجديده كانوا حاجتين اللي هي عصا العد وال اه ال اطار الخمس خانات هنيجي نشوف الاداه الاولى اللي هي عصا العد كانت فيها واحده في البرطمان هيحط النهارده واحدة تاني وهيقول لهم كده العدد هيصبح اتنين ويبدأ بقى يدربهم على العدد ده ويكتبوا على السبورة وبعدين يكتبوه في الهواء وبعدين يعني تكرار اكتر من مرة عشان يستوعبوه وهيفهمهم ان احنا كل يوم هنضيف واحدة عشان يزيد على حسب العد بتاعنا يعني امبارح كان بيشتغل مع واحد النهاردة اشتغل مع اتنين. بكرة هيشتغل مع ثلاثة بعده هيشتغل مع اربعة يعني اليوم الرابع والتلاتين هيشتغل مع اربعة ويجي في اطار الخمس خانات يعمل نفس الكلام النهاردة هنحط دائرة اخرى كان حاطط دايره قبل كده هيحط دايره تانية ويقول او يلونه على حسب ما هو متفق معاهم على حسب امكانياتك في الفصل وهيقول ان احنا حطينا واحده النهارده اصبحوا كام خدوا بالكم بقى من الحته دي هنا عشان هو بيدخل جمع في الموضوع هيقول دول كده كام اتنين طب وهم كلهم كام مربعات خمسه طيب منهم كام مشغول او كام في دائره أو ممتلئ يعني هيقولوا اتنين وكام فارغ هيقولوا تلاتة طب عدهم كلهم هيقولوا خمسة يعني هيقول إذا الخمسة تتكون من اتنين وتلاتة طبعا الكلام ده هيشرحه وهيسلم لهم إطار ال ال الخمس خانات لكل تلميذ واحدة اه زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات إن هو بيجهزها وبيعملها بعدد أولاده وبعدين زي ما قلنا يعدوا الدوائر الدوائر والفارغه ويقول لهم احسنتوا ان احنا بنحتاج ثلاث نقط ثانيه عشان نوصل للعدد خمسه. حيقول ان الاطار بيقول لي ان انا خمسة بتكون من اتنين وتلاتة عشان نوصل للعدد خمسة يبقى العدد خمسة بيتكون من ايه من اتنين وتلاتة ويأكد ويراجع معاهم وبعدين يقول لهم بكرة وبعده برضو كمان هنكمل في اطار الخمس خانات يعني الدرس اربعة وتلاتة وتلاتين هيشتغل في النقطة التالتة وهيقول ان تلاتة مشغولين واتنين فارغين يبقى تلاتة واتنين هنا كان بيقول اتنين وتلاتة هيجي في درس التالت التاني اللي هو تلاتة وتلاتين هيقول تلاتة واتنين يكونان الخمسة ويجي في الدرس ال 34 هيحطوا اربع نقط وهيبقى في مكان فارغ واحد وبعدين هيقول ان الخمسه بتتكون من اربعه وواحد، يعني اذا فهمهم مكونات الخمسه بدون يعني ايه ما يشعروا واحده واحده شوف احنا كنا بندي مكونات الخمسه والسته والسبعه في يوم واحد، ده هيديهم في مكونات الخمسه بس هيديها في اربع ايام. لان في 31 لغايه يوم 34 او اليوم ال 34 يعني الدرس اللي فات كان شغال فيها بالرقم 1 وادي الدرس ده شغال فيها برقم 2 والدرس اللي بعده واللي بعده 3 و4 وبعدين هيدخل كمان في اللي بعده هيبقى كمان الدرس 35 يعني خدوا 5 ايام عشان يعرفوا مكونات العدد 5 وشفت الطرق مختلفة ازاي بعصي العد اللي هي المطاطية اللي بنحطها في قلب البرطمان وفي نفس الوقت في الخانات الخمسة اللي بيتعاملوا معاها وبعدين هيدخل مع تعلم اللي هي من 25 ل 30 دقيقة هيقول لكم ان احنا معانا شريط الاعداد طبعا كل ولد معاه واحد زي ده زي ما قلنا بنعمله على الكمبيوتر ونطبعه ونقطعه ونوزعه على اولادنا بنقول لهم معاكم الأعداد أهي وعندنا عد آآ آآ حبات الفول هنعد من واحد لغاية خمسة بس الأول يعدوا معاه من واحد لغاية عشرة في الإطار وتلاحظ إن دايما عمال يعد ويكرر عشان التكرار ده يخليهم يحفظوا الأعداد ويعرفوها بسرعة مع بعض طيب هيقول لهم رائع عشان عدوا كويس من واحد لغاية عشرة احنا النهاردة هنكتفي من واحد لغاية خمسة وبعدين هيقول لهم القصه بتاعت ان هو تجاوز او لعبه تجاوز ان هو هيخفي عدد من الاداة بتاعته هو اللي هو معاه هيخفي عدد من الاعداد وبعدين هيعد وبعدين يقول تجاوز يعني مثلا خفت التلاته هيقول واحد اتنين تجاوز اربعه ها يقوموا الاولاد يقولوا له تلاته يبقى تجاوز هي 3 وجرب معاهم بس ياخد لغايه الخمسه بس ويبدا يلاعبهم في القصه بتاعه التجاوز دي مره واثنين وثلاثه وبعدين هنا بقى بعد ما يقول الكلام ده وقالوا له مثلا العدد اللي هو تجاوزته انت هو 3 هيقول لهم طب مين اقل منه بواحد وبعدين يقول مين ازيد منه اكبر منه بواحد يعني هيتعامل مع اصغر واكبر بطريقه غير مباشره وبيستخدم طبعا ان هم يرفعوا ايديهم ويستخدموا عصي الاسماء عشان يعرف العدد اللي هو تجاوزه وفي نفس الوقت يقول لهم مين اللي هيخبرني بعدد اكبر منه بمقدار واحد وهيستخدم شريط الايه؟ الأعداد عشان الأولاد يشوفوا ويشاركوا ويقولوا له مين هو اللي أكبر من العدد اللي كان تجاوزناه بواحد، مين اللي أكبر منه بواحد؟ وبرضه مين اللي أقل أو أصغر منه بواحد؟ وبعدين هيشاركوا وهيكرر العمل ده برضه هو هو في الدرس 33 و34. طيب هيقول لهم في الدرس ده افتحوا لنا كراسه الرياضيات هيوزعها عليهم وبعدين هيقول لهم انا عايزكم في صفحة سبعة طبعا افتحوا الصفحة الفارغة هتكون صفحة سبعة لان احنا اللي رسمنا فيها قبل كده كانت صفحة ستة هيقول لهم افتحوا الصفحة سبعة اكتبوا فيها العدد ثلاثة وبعدين بعد ما يكتبوا العدد ثلاثة يقول لهم اكتبوه اربع مرات مثلا أو ثلاث مرات أو خمس مرات، وبعدين يقول لهم أيهما تفضل؟ مين الحلوة اللي أنت عجبتك في الثلاثة اللي أنت كتبتها؟ حط عليها دائرة، خدوا بالكم من الحتة دي عشان الولد يحس إن في أخطاء عنده أو أو عدم دقة في بعضهم وفي واحدة مثلا جميلة شكلها جميل، يحط عليها دائرة هينتبه لها وهيتعامل معاها بعد كده وهيعمل زيها، وبعدين يقول لهم حطوا بقى ثلاث أشياء تعبر عنها، يعني يرسموا أي ثلاث الأشياء في نفس الصفحة لأن العدد بتاعهم هو تلاتة، وبعدين اقلبوا على الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة تمانية واكتبوا العدد أربعة برضو مثلاً أربع مرات وحط دائرة حول العدد الذي تفضلونه، يعني مين فيهم أجمل واحدة يحط عليها دائرة، هو كتبهم خمس مرات يشوف أفضل أربعة فيهم يحط عليها دائرة، وهنا هيقول لهم بقى إيه؟ ارسموا أطعمة مفضلة عشان تعبروا عنها عن عدد أربعة يعني يحط أطباق وفيها أي حاجة كده يرسم دوائر وجواها أي حاجة أطعمة يحط له يحط مثلا أربع أطعمة أو أربع أطباق اللي هي الأربع دوائر بحيث إن هو يعبر عنهم وطبعا المعلم لازم يمر ويشوف الكلام ده ويتأكد منه ويحييهم ويشجع التلميذ اللي هو عمل صح مش مهم رسمه جميل المهم إن هو عمل صح وبعدين يقول لهم أنا هحكي لكم قصة جميلة انا النهارده شفت تلميذين كانوا جالسين على مقعد عايزين نرسم ارسموا كل واحد منهم وطبعا يا ولاد الرسم احنا بنرسم رسمه سهله بنعمل دائره وبنحط فيها دائرتين صغيرين اللي هم للعينين وبعدين بنعمل شرطة عريضة شوية اللي هي ابتسام ان هو يبتسم يعني وبعدين بعد ما رسموا الوجهين هيقول لهم الرسم جميل الرسم خفيف احنا دلوقتي بنعرف نرسم وبنرسم بسرعة وبعدين التلميذين اللي انا شفتهم انضم لهم واحد تالت يلا كده ارسموا التالت كمان عشان يعبروا عن التلت ايه, ايه تلميذ اللي هو قال عليهم وبعدين عد عشان تعرف عددهم واكتب عددهم تحتهم ويكتب برضو العدد على السبورة ويخليهم يكرروا بالكتابة في الهواء مع شد الإيد بنظام والكوع مشدود وزي ما قلنا بينزل من خط السماء لخط الطائره ويطلع تاني لخط السماء وبعدين ينزل لخط الطائره ويطلع لخط السماء وبعدين بينزل الى خط الطائره ثم خط العشب اللي هي حركه الثلاثه بتاعه الثلاث سنين لازم طالع من السماء للطائره للسماء للطائره للسماء وبعدين بينزل للطائره وبعدين العشب ده كده عشان يعمل الثلاثه هيجي اه بقى بعد ما يشرح الكلام ده في الدرس بتاع 32 هيجي في درس 33 هيعمل لعبه مش هيعمل الكلام ده لا هيعمل لعبه بقى اللعبه اسمها اقلب وسجل ادواتها ايه ادواتها بطاقات منقطه بالشكل ده ما بتزيدش عن خمسه زي ما احنا شايفين قدامنا كده وبعدين في عندنا ورقه للتسجيل مكتوب من تحت فيها واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هو بيقلب البطاقات دي بتبقى مقلوبه وبعدين بيرفع اي واحده ويشوفها كام مثلا طلعت له اتنين بيجي فوق الاتنين ده ويكتب اتنين طب افرض انها طلعت له مره تانية يكتب فوق منها تاني اتنين وهكذا طلعت التلاته يشوف التلاته فين ويكتب فوق منها ثلاثة طلعت له مره تاني يكتب ثلاثة فوق منها وطلعت له مره ثالثة يكتب ثلاثة فوق منها وهكذا وهنا مثلا طلعت خمسه يجي فوق الخمسه دي ويكتب خمسه هنا الهدف ايه الهدف اللي هو كتابه الاعداد من واحد الى خمسه زي ما احنا شايفين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مرات هيكتبها ست مرات مش يكتب يد من واحد لخمسة في البيت وهتالي بكرة الصفحة مليانة لا شوف الطريقة اللي بيلعب بيها الولد جميلة جدا يقعد يقلب فيه اللي هي زي يعني ايه بطاقات كده ورق بسيطة انت ممكن تعملها اه مستطيلات بسيطة جدا ويترسم فيها او يتلزق فيها اذا كان ستيكر معاك اسهل يبقى تتعامل معاها بالمنظر ده وممكن يعني اذا كان الاولاد مدركين شوية ان هم يتعامل في البيت مع والدتهم ويجيبوها لك تاني يوم يبقى كويس جدا ما كانش يبقى انت هتعملها على الكمبيوتر وتطبعها وتقصقصها وتديها للاولاد كل واحد منهم بياخد زي ما احنا شايفين هو مديله تمانية لاحظ ان هو مكرر هنا التلاتة مرتين والاربعه مكررها ثلاث مرات، شوف الطرق مختلفه خد بالك من الحته دي، يعني الاربعه جايبها بالشكل ده وجايبها بالشكل ده وجايبها بالشكل ده، طب ليه ركز على الاربعه جابها ثلاث مرات؟ لان الاربعه من اصعب الاعداد اللي الاولاد ما بيعرفوش يكتبوها عشان ال 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 الاتجاهات بتاعتها يمين شمال يمين شمال ونازل فعشان كده كررها معاهم وركز عليها فيها الحته دي، الثلاثه يمكن يعني اقل صعوبه شويه فعملها مرتين بس الاثنين سهلة خالص مع الاولاد والواحد سهلة والخمسة سهلة جدا فعشان كده يعني شوف حتى كمان البطاقات اللي معمولة معمولة بدراسة ايوة طيب في الدرس ده في الدرس 33 هيجي في الدرس 34 هيعمل نفس الكلام ده وبعدين هيدخل في لعبة القبس ايه لعبه القفص ان هم بينزلوا القرفصاء يعني يقعدوا تحت كده على رجليهم وبعدين يعدوا واحد اثنين ثلاثه اربعه ويروح قايم واقف هم هيعدوا لغايه تسعه بقى المره دي المره اللي فاتت كانوا بيعدوا في درس 31 كانوا بيعدوا من واحد لغايه خمسه اللي هي خمسه بيقوموا يقفوا ويصرخوا ويقولوا خمسه طيب هنا هيعدوا وهم قرفصاء من واحد لغايه تسعه وبعدين يروحوا واقفين صارخين ويقولوا عشره عشان شارك بقى هنا الدروس <applause> فيها افكار ففي الدرس 32 هيسالهم ايه اللي يشاركوا فيه؟ هيقول لهم ليه المعلم بيحتاج لعد التلاميذ؟ ليه؟ وايه اهميه العد؟ اتشاور مع زميلك. وبعدين هيجي في الدرس 33 هيقول لهم ايه؟ آه هل استخدام اي شخص هل استخدم معلش ميم ناقصه هنا هل استخدم اي شخص استراتيجيه خدوا بالكم من الكلمه كبيره شويه فيوضح معناها يقول لهم او خطه عشان يعرف اماكن او تسجيل الاعداد اللي هي كانت هنا دي آه هيقول لهم يعني أنتوا خططتوها ولا بقيتوا تعملوا عشوائي وخلاص؟ طبعًا أولاد بقى هتختلف في الأفكار بتاعتها، الولد هيقول لا أنا كنت بعد هنا النقط وأعملهم ثلاثة وبعدين أعد هنا وأمشي وأعرف إن الثلاثة هي دي وأكتب فوق منها كده يبقى دي بنسميها خطة، شوف عشان يعودهم على عمل تخطيط لأي عمل يقوموا بيه أو استراتيجية يقوموا بيها، آه. هيجي هنا برضو يقول لهم آه يعني عشان هو بيقول لهم استخدمت استراتيجيه او خطه عشان تعرف اماكن او تسجيل الاعداد في الدرس 34 اللي هو كان فيه اللعبه وبرضه فيه الاعداد هيقول لهم امتى بنحتاج ان احنا نعرف ازاي نكتب الاعداد يعني امتى احنا نكون محتاجين ان احنا نكتب الاعداد هل كتابه الاعداد دي مهمه طب ليه ويسيبهم يتحاوروا مع زملائهم وهو يمر بينهم طبعا مش هيقولهم مره واحده ده في درس 32 هيقول دي وفي درس 33 هيقول دي وفي درس 34 هيقول دي بعد كده هيمر بين التلاميذ ويلاحظ ويسجل عشان خاطر يعالج الاخطاء ويعالج الملاحظات وبعدين يقول له يقول لهم له بقى شاركوا زميلكم في اهميه العدد في حياتنا ويستخدم عصا الاسماء ويطلع التلاميذ اللي هم تشاوروا مع بعض عشان يجاوبوا على الاسئله بكده يكون وصلنا لنهايه الثلاث دروس بكل بساطه ومع اطيب تمنياتي لكم وبالتوفيق ان شاء الله لاولادنا والنجاح والتميز وما تنساش شعار القناه اللي هنا حط الماوس عليها هيظهر لك كلمه اشترك اضغط عليها هيزيد العدد واحد وهيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يجيلك اشعار بأي فيديو انا انزله اذا كان في مشكله في الايميل بتاعك يبقى اشترك في جروبي أه على الفيسبوك دروسنا بيتنا مجانا تحت الفيديو على طول هتلاقي الرابط بتاعه لان انا بنزل عليه فيديوهات وبنزل عليه حاجات جميله جدا أه يعني في حاجات أه شرح لكونكت وشرح لديسكفري وشرح لمتعدد متعدد التخصصات يعني في كل ما شاء الله واذا عجبك الفيديو اضغط لي على العلامه دي ما عجبكش اضغط لي على التانية بس لازم تضغط يعني اذا تكرمت اذا تكرمت يعني مقابل المجهود الديني تقدير مش عايز اكتر من كده وهنا طبعا انا يعني بطلبه منكم عشان اعرف بس كام واحد عجبه الفيديو وهحط لك هنا الفيديوهات اللي انت ما شفتهاش عشان تشوفها واذا كنت شفتها يبقى خلاص واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته